ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ ايمن عابدين معاكم تاني. النهارده هنتكلم عن مسدس الباسوس، من اكتر المسدسات المعروفه في العالم كله. نتكلم عن المسدس باسوس اللي موجود في محلات ادرينو. مسدسات الباسوس بتيجي من نوعين، النوع الاولاني اللي هو الالومنيوم، النوع الثاني الكربون اللي هنتكلم عنه بعد كده. المسدسات الالومنيوم بيبقى عليها حاجه اسمها شارك سكين، الدهان ذات نفسه بيبقى قوي جدا، عشان انت لو خربشت المسدس مش هيحصل له حاجه. مقاسات الماسوره الالومنيوم 1.25 مللي، ده السمك بتاعها. دوت معناه ببساطه ان المسدس قوي جدا ويقدر يستحمل هاي تنشن من الرابر. وتلاحظ هنا الزناد قريب لصباعك مش بعيد. ميكانيزم الباسوس المشهور المعروف جدا دياجنوتيف. انا شخصيا من المعجبين بالهاندل بتاع الباسوس، لان الحجم بتاعها كويس جدا والجريب بتاعها حلو وكويس، مسدس ما بيزدحلقش منك. اللاين ريليس هنا من على الجنب بيخلي التعمير اسهل بكتير مقارنه عن اللاين ريليس القديم. الهاندل من هنا فيه زي خرم تقدر تحط فيه الدايناما لاين او شارك كليب بتاعك، عشان لو عايز تعمل كونكشن للفلوت بتاعك. بيجي مع سيتك 14 ميلي نايترو بتاع باسوس المعروفه المشهوره جدا. المازلز بتيجي مع المسدس كلها اوبن مازل، وبيجي برده مع سيخ 7 ميلي سميك ستانلس ستيل. السياخ اللي بتيجي مع المسدسات كلها شارك فين زي ديت. كل السياخ بتاعت باسوس السن بتاعها بيجي زي كده. القطعة ديت معروفة جدا، الفيشن بتاعها بيبقى عالي جدا. بص، المسدس بيبتدي من مقاس 60 وبيوصل لمقاس 140، ده بالنسبة للألومنيوم. دلوقتي خلاص خلصنا كلام عن المسدس الباسوس ألومنيوم، وقت هنتكلم عن كاربون. ماشي، المسدس الكاربون بيجي بأساتك مختلفة، بيجي بأساتك 17 ملي ونص نايترو. الستاتيك قوية جدا برضه نفس الحكاية، اوبن مازل. السيخ نفس المقاس 7 ملي، نفس الشاركس فين، نفس السيخ، نفس كل حاجة في السيخ. ستانلس ستيل قوي ومقوى مش هيصد منك. الفلوبر حجمها حلو كبير ومعمولها تيونينج. والمميز من الاسياخ بتاعت باسوس انها معمولة من شركة سانفيك السويدية، وشركة سانفيك بتعمل احسن انواع الستانلس ستيل في العالم كله. نفس الجريب قوي وخشن، نفس الميكانيزم برضو دياجنال 2، فول ستانلس ستيل ميكانيزم، السير ميكانيزم، التريجر ميكانيزم، كله ستانلس ستيل. من انعم انواع التريجر اللي ممكن تشوفها في حياتك كلها، التريجر ناعم جدا. ماسوره الكاربون بقى هنا العرض بتاعها، الديامتر بتاعها 30 ملي، والسمك بتاعها 2 ملي، قويه جدا. التراك بتاع السيخ مش جزء من الماسوره ذات نفسه، التراك بتاع السيخ عباره عن لزق، بس اللزق قوي جدا ومش هيطلع، فما تخافش من الموضوع دوت. في حاجه تانية على المسدس عايز اوريها لكم دلوقتي. شايف الجزء دوت هنا؟ اوقات لما بتيجي تعمل لودنج للمسدس المونو لاين بيبقى قدامك، فبيبقى غلس انك انت تعمره. فهنا عملوا حاجه حلوه قوي في باسوس، شايف الحتتين دولت؟ بتحط حبل وراهم المونو لاين وبتشد الاساتك بتاعتك لتحت. ميزه الباسوس ان هم زي الشركات التانيه يعمل لك مسدس وخلاص، لا، الباسوس بيعمل لك المسدس بانواع مختلفه من الريلز وانواع مختلفه من الهندلز كمان، الجريب ذات نفسه. دوت فيرتيكال ريل بيجي بحجمين، الحجم الاولاني 50 والحجم الثاني 70. الهندل هنا بيتفتح بالطريقه ديت وبيتقفل ثاني عشان ما يبقاش نير واي وانت بتعمل سبير فيشنج. هتلاحظ هنا ان ديت معموله زي سبرينج، ديت بتضغط على الحبل عشان الحبل البكره ذات نفسها ما تعملش حاجه اسمها سبايدر ويب. من الناحيه الثانيه هنلاحظ ان هو بتحط التنشن بتاع الحبل قد ايه. لو عايز تنشن قوي على الحبل بتقفله، لو عايز التنشن بتاعك يبقى مفتوح خالص بتفتحه. انا عامه شخصيا بسيبه دايما مفتوح. اوضح لكم هنا ازاي تركبوا البكره بتاعه المسدسات الباسوس. سهله جدا عامه في التركيب. اول حاجه بنشيل المسمارين زي ما شفتوا، بنشيل البراكت، البراكت ديت اللي بتركب عليها البكره. بتحط البراكت مكانها وبتحط المسمارين. حاجه تانية كويسه جدا في المسدس دوت، الهاندلز بتيجي يمين وشمال. الهاندلز الثالثه اللي هي اليونيفرسال، والهاندلز كلها بتيجي بالوان مختلفه، في بيجي منها باللون الاحمر والابيض، ده اللي موجود عندنا حاليا. الهاندل هنا عامل زي الكاستم جريب. في ناس كتيرة بتحب انواع الهندل ديت، انا نفسي شخصيا بحب الهندل دوت ان هو بيعمل اوبزربل كويل. تلاحظ ان الجريب دوت بيقفل في البام بتاع الايد، في الايد ذات نفسها، فانت بتعمل اوبزربل كويل احسن بكتير. الهندل سهل جدا انك انت تشيلها وتفكها، هوريكم في الفيديو ازاي. اول حاجة هنشيل المسمار اللي في نص الهندل،
بمنتهى السهولة هتشد الهاندل ده بره وتركب الهاندل الجديد. بص المسدس بيجي انواع مازل مختلفة، في الاوبن مازل ودوت موجود عندنا في ادرينو، ودوت من احسن انواع المازل عامة وده للناس البروفيشنال. في كلوز مازل، في ناس كتير بروفيشنال بتستخدمه، بس المميز عن الاوبن مازل ان الضربات بتاعتها فيها اكيرسي اكتر. وهنا برضه هنلاحظ ان في هنا فتحه كبيره تقدر تحط الروبرز تحتك عادي بسهوله. هنا في الاخر هتلاقي فيه زي اورينج ده عشان يخلي المازل ثابته في التشوب بتاعك. عامه الهاندلز بتاعت باسوس الميكانيزم كل حاجه فيها بروفيشنال من الالف للياء، احترافيه جدا، التريجر ناعم جدا. هنا برضه هنلاحظ ان هو بيجي في الاخر اورينج عشان يخلي المسدس ثابت في الماسوره. الحته الاخرانيه بتاعت باسوس البط عشان تبقى سهل انك تعمل لها لودنج. وحاجه تانية حلوه جدا هنا هتلاحظ فيه زي كيرف هنا، ده ممكن يستخدم للكاميرا ماونت لو عايز تحط الكاميرا بتاعتك هنا، سهل جدا انك تستخدمه. في ماركه تانية اسمها سيجال بتعمل براكتس ليها.